يا أمين، ها؟ أمين، صوت مرتي هذا، صوت مرتي. دخيلك يا معلم، دخيلك يا معلمتي، خبوني أنا. دخيلكم شو دخلنا نحن؟ دخيلكم خلصوني، دخيلكم خلصوني مرتي. هو سيدي أنا بخلصك، الله يخلصك من الدنيا. لا. يا غشاش خلصني الله. اللي أمرك؟ حاضر حاضر أمرك. لا أحلى مرتك، وخليها تستنظر بالصالون. ومثل ما بحكي أنا بتقلها إيه، رح بعمل عليها تمثيلية بخلصك، فما تعي معي أنت، تعي معي مثل ما بقول، بتوافقوا معي، تعي. إيه قلو إنه أهلها هون. حاضر. قلو هدول أهل سلمى. أهل سلمى. حاضر حاضر. يلا 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 ها. سوسو اهلا 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 حبيبتي، اهلا 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 اهلا. ليه لهلا ما فتحت؟ مين في عندك؟ عندي عندي. احكي قوام يا غشاش يا خداع. سوسو ارجوكي اوعى تكوني بتشكي فيي، انا مستحيل اعمل لك شغلي، في شغل جوا. شغل؟ نعم. كل ما بتروح سلمى من البيت بيقول لي في عنده شغل وبيطلع من البيت، رح اشوف شو. سوسو ارجوك انا ما بسمح لك ابدا انك تشكي او تظني فيي. والله طبعا انا رجل شريف، انا ما عاد فيي اتحمل اي شيء ابدا. لا يا سوسو يا حبيبتي، انا انت بتعرفي ان انا بحبك وما ممكن احب حدا غيرك عليك. اكيد. طب خلينا نشوف. سوسو ارجوك يا حبيبتي، في شغل عم بيشتغلوا. مين في شغل جوا؟ حسابات بتشربكيهم يا حبيبتي، في حسابات الشركه كلياتها. حسابات طبعا بتغلطيهم. هلا بنصل الحسابات. اكيد يا حبيبتي، لانه بالنهار يبقى في عجقه، ما بنقدر الا نعمل الحسابات بالليل، والحسابات بدها فضاوي وبدها رواق وبدها خليني اشوف حبيبتي. انا والله لامسع رقبتك واخرب بيتك والحشك من كلاب البحر خليها تاكلك العين تطرقك. خوف. لا تاخذنا امين افندي، عندك ست هي على ام عدم المؤاخذه، منفوت لجوا منكمل حديثنا، لا تاخذيني. لا لا مش غريبه الست، حضرتها بتكون زوجتي الست سوسو. سوسو خانم اهلا. نعم. وسهلا. عم اقول لحالي انه امين بيك زلمه ادمي وعنده مرته بالدنيا، ما عنده هيك هيك. طبعا طبعا، وحضرته بكون حسني افندي موظف عنا بالشركه، وانا امه تقبريني امه، وهي سلمى بنت خالتي خاطبها ابني خاطب بنت اختي، بتعرفي انه شو اسمه بتشتغل عندكم. تشرفنا. الله يسلمك ويحفظك يا ستي. امين بيك بعتقد حضرتك يمكن بدك تروح مشوار تنزل مع الست، نحن منأجل هالموضوع بنبقى بنحكي فيه بعدين. فعلا فعلا. شو بتحكي فيه بعدين؟ حكاك ضريب يخلع رقبتك العين تطرقك، يبعت لك حما، هلا بدي ينهي الموضوع. لك شو هالحكي؟ عفوا اذا في شي موضوع خصوصي، نحن بنطلع نقعد بالصالون برا، ما في عنا مشوار ابدا. يو اسم الله حولك، تقبريني هاتي بوسه، والله حبيتك. الله يا عيني عليكي، عدي عدي تقبريني، عدي عدي يا ما وساعديني على مقصوف هالرقبه ابني، خاه يبعت لك حما الهي. لك شو هالحكي؟ انا ما عدت اتحمى. سبت حلقك ولي على قامتك العين تطرقك. طولي بالك ستي، يا حين الترباية. طولي بالك. خير يا أمين، شو القصة؟ هذا يامو ابني خطب بنت اختي سلمى من سنة. ايه. وهلأ العين تصيبه، قال ما بقى بده إياها. بتعرفي يا أمي أنا مصرياتي على قدها وما بقدر أتجوز هلأ. والله أنا قالت لي سلمى أنا مخطوبة، بس ما سبق أني تشرفت تعرفت عليك. كنا الحقيقة نتقابل أنا وياها يوم عطلتها. أيوة بعد سنة، سنة ونص تقبريني، ضل خاطبها ولي عليه، هلأ ما بقى بده إياها. البنت منين بقى تقدر تتجوز؟ صارت معيونة قدام الناس، شو بدهم يحكوا علينا العالم؟ خاه عين تطرق إلهي. لك يا أمي قلت لك أنا ما معي مصاري، منين بدي أجيب لها الجواز؟ يوه مين قال لك ما معك مصاري؟ شو نسي؟ هديك الساعة قال لي أمين بيك بده يعطيك 5000 ورقة هدية نقوط. أنا قلت هيك حديث؟ يي أمين بيك شو نسي؟ مو هديك الساعة قلت لي بدك تعطيه 5000 ورقة نقوط؟ أمين بيك وشو دخلك في 5000 ورقة؟ شو هالنين؟ بيطلعوا حق 3-4 فساتين من هالنمط، يا ما تقبرني تبعات سلمخن، ولا أنا غلطانة؟ بحكي هون لك شو العملية نصب؟ العملية نصب؟ وينك أمين بيك؟ اللي بينصب على المصاري أحسن منها اللي بينصب على أعراض الناس، ولا أنا غلطانة؟ يا ستي أنا ما حكيت الكلمة أبداً. وقفي لا أبداً. هديك اليوم والله سمعت لك قصة بتطير العقل. خير؟ قال في واحد
عنده مرة مثل القمر. شرواكي بالخير هاتي بوسي. اسم الله حولي. عنده مرة مثل القمر. وبالأخير بتلاقي لك يا لاحق الصانعة في كتير منها. خالتي والله في كتير ناس من هالنوع. يه يسلم يسلم هالتم هاتي بوسي. شو اتكلنا على الله مين بيك؟ اتكلنا على الله. شو اتكلنا؟ خلينا نأجل هالموضوع هلا. وعلى كل الأحوال أمين بيك ما عم يتذكر. وقف هلا بيتذكر أواه. قومي يا مو قومي سوسو خانو. نحن نسوان على بعضنا. لا تخافي من شواربي. شهوة هدول شهوة طلعوا. تفضل يا بدي حاكيك كلمتين جوا على انفراد. تشتهيك الغولان هلا اتنين ما وقته مش ضروري احكوا قدامنا مع الشيء. لا يا مو حكي النسوان غير حكي رجال. مو هيك يا مو ولا انا غلطانة؟ بجوز احكي. ها في سر بدي لك يا تذكرت تذكرت فعلا تذكرت فعلا حكيت بس سبحان الله نسيت. لا يا امين ما بيصيرك اذا وعدتهم لازم تعطيهم. فعلا هي. فعلا يا حبيبتي يا حبيبتي على هالملافظ. يا عيني عليك هاتي بوسي. يا عيني عليك تقبريني والله انا حبيتك من اول ما شفتك. هاتي بوسي. هاي عدي بنت جنبي هاتي بوسي. والله يا خالتي بحسني وانا حبيتك كمان. بس مالي عرفاني بنت اختك الى مدة كبيرة عندي وما عم شوفكم ولا عم تتشرفوا وتعملوا زيارة. والله تقبريني انا ما بحب ارمي سئلتي على حدا. يلا ست الحبايب. نعم تفضلي شبي خلينا نمشي بعدين بنحكي بالموضوع. يلا. ما فشرت نمشي. ما بمشي قبل ما انهي الموضوع فهمت حسني. هلا بدك تكتب كتابك على بنت على بنت خالتك فهمت. اسم الله حولك هاتي بوسي يا مو بنت اختي يا عيون خالتك. يلا امين افندي روح جيب لي ورقه. حاضر مو ضروري الورقه هلا. لا هلا هلا ونص. اسم الله حولك هاتي بوسي. مو هيك يا مسلمة؟ ايه الله يفرحني الله يمد بعمري لاشوف اولادي. والله يا خالتي ام حسني سلمى ادميه وبتستاهل كل خير. مو هيك؟ أيوة. لا بلا مقصوف هالرقبه الدلال. خه يبعث لك حمى يا حين تربايتي الك يا حينها. اسم الله حولك هاتي بوسي هاتي بوسي. تفضلي تفضلي وحيلي هون يا ست سلمى. انا يا معلمي ما بعرف وقع ببصم بصم. حاضر هلا مو ضروري هلا. تفضلي. لا ضروري وقعي يا موقعي بنت اختي. هون يا عيون خالتك مبروك. قرب امضي ولا كمان امضي خلصني انزين امضي. تفضل انا بورجي. على كل هذا عقد صوري بعدين الاجراءات الرسميه بتصير. ان شاء الله مبروك تقبريني بنت اختي هاتي بوسه. مبروك مبروك يا عيون خالتك هاتي بوسي. شو رايكم؟ اسم الله حولك هاتي بوسي هاتي بوسي. يا جماعة شو رايكم نقوم لعنا على البيت لحتى أقدم لكم حلاوة الصلحة؟ لا مستعجلين حبيبتي بدهم يروحوا. اي نعم نحن مستعجلين كتير. بدنا نمشي. اي والله معلش 10 دقايق. لا عنا زيارات ما بنحسن. عنا موعد تقبريني وبدنا ناخذها لبنت اختي نشتري لها كم غرض مشان شو اسمه مشان العرس. بقى بدك ما تأخذينا لكن بوعدك بشرفي وحيات شو بدي قلك انه يجي عند لعندك يوم ايه يوم ده. اهلا وسهلا هاتي بوسي. ايوه يوم ايه يوم لا ان شاء الله بتلفني لي انه نسلى بغيبة جوزي. طيب اهلا وسهلا. يا الله قرب قرب بوسي ايد معلمة تشكره لانه لا يعمل لك زيادة معاش 100 ورقة بالشهر. يخرب بيتك يخرب بيتك يخرب بيتك. ايوه تك مو انا إيه. انا قلت هيك ينقطع لساني اذا جبت هيك سيره موضوع. باين عليك عم تنسى كثير امين بيك. لا يا امين هديك الساعه دليت ساعه اقول لك انه انت ما قلت وطلعت بالاخير غلطان. ما بيصير يا حبيبتي انا واثق انه هي غلطانه هلا. لا مو معقول. يا منين غلطانه؟ قديش الساعه يا مو حسني؟ الساعه صارت الساعه 10:30. 10 يا ونص تقريبا. نحن موعدنا 12. لكان تقبريني منروح لعندك بنشرب فنجان قهوه وهنيك بنحكي اهلا وسهلا. نحن مش رايحين على البيت. اهلا وسهلا. ما بنروح نحن وسوس وخانوم. تعال اقول لك امين افندي. نعم يمكن يزلق لساني هنيك ولا انا غلطانه؟ بس انت غلطانه. امشي يا ما حكيت ولا كلمه. بنروح بنشرب قهوه. اهلا وسهلا. على كل حال على كل حال هو حسني افندي مثل ما قلتي موظف نشيط ما بتضيع فيه هيك ابدا. يا سيدي انا ممنونك كثير ومتشكر هالفضل. ايوه الله يبارك فيك. شو رايكم هلا نمشي بقى؟
ضروري حبيبتي نمشي ضروري. الله معك سوسو خالي. هاتي بقوسي. الله معك حبيبتي. الله حولك. تفضلي حبيبتي تفضلي. حصنتك بالله من العين هاتي بقوسي. خالتي وانا كمان بدي امشي معلش بكره ان شاء الله بناخذ غدا مع السلامه يا عيون خالتك مبروك هاتي بوسي اي والله رقبتك لا مصحه رقبتي لا تمصحه فوق ما خلصتك من الورطه خلصتي من الورطه لك يا بني ادم انا جاي اتحمل سرقه واتحمل حبس من شان اسرق 2000 ليره لا اتخلص من ال 44 اللي قاعده بالبيت تجي بتحملني عقربة ثانية؟ أنا هيك عملت قصدًا لأنه بكرة هي مرتك الجديدة بتلتهي مع أمي وبيتخانقوا وبيتركوك بعدين حر لك ذاتي أفكارك رح تموتني لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا